بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، سيد منسق الشرق لجمعية العلماء المسلمين، أستاذنا أستاذ الكل حسن خليفة، سيد رئيس أو مدير مركز الشهاب دكتور علي حليتيم، السادة الأساتذة النقاد، السادة المبدعون الروائيون، السادة الأساتذة الحضور، الطلبة والطالبات، الحضور الكريم مع حفظ الرتب والألقاب، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. اسمحوا لي في عجالة أن أتلو على مسامعكم إشكالية هذا الملتقى، والتي نقول فيها بأن الرواية الجزائرية تعرف الكثير من التحولات البنيوية والجمالية والموضوعاتية، وما تزال كذلك تثير عدداً من الأسئلة وتطرح كثيراً من القضايا الجديدة المتعلقة أساساً بالتحولات السياسية والاجتماعية، بدءاً من جيل التأسيس للقضية إلى جيل التنصيص للفن والجمالية والتقنية. وقد غدت حركة دؤوبة في الارتحال والبحث عن نموذج تتحدد فيه وتتمظهر على جسده تلك التحولات، فهي بتعبير ميلان كونديرا بحث عن الكينونة المنسية. فالرواية لا تهدأ ولا تستقر عند شكل معين، بل تتخذ من التجريب والارتحال في المعنى سبيلاً تبحث فيه عن الخلاص. والمتأمل للرواية الجزائرية يجدها تمرحلت عبر أطوار مختلفة، فمن الجيل التأسيسي إلى الجيل المجدد لفن الرواية إلى جيل ما بعد الثمانينيات. اجتهدت الرواية في متابعة الأحداث وتقلبت في الزمن. فهل استطاعت الرواية مع شباب اليوم أن تجد لها فلسفة خاصة وأن تخرج عن الطوق لتحدد لها نموذجاً خاصاً بالمرحلة؟ أم تراها مجرد محاولات فردية تشتغل داخل هذا النموذج دون بصيرة ولا ترشيد؟ لماذا حالة التخبط الفنية والجمالية التي يعاني منها جيل اليوم؟ هل ذلك راجع إلى عدم تأسسهم داخل المعمار الفني للرواية؟ أم إلى عزوف هؤلاء الشباب عن معرفة الأسانيد الإبستيمولوجية والجمالية للرواية؟ يحاول هذا الملتقى أن يبحث في نصوص هؤلاء الشباب وفي نصوص رواد، ليعاين البنيان الهيكلي للرواية ومختلف التنصيصات والموضوعات، ومدى احترام الثوابت الفنية والشكلية لها. لذلك يضع هذا الملتقى هؤلاء الكتاب أمام العين الناقدة، ليتعرف الروائي الشاب على إخفاقاته ونجاحاته داخل هذا الإطار، وليتعرف كذلك على تجارب ناجحة لرواد يحتك بهم. لذلك سيستضيف هذا الملتقى مجموعة من النقاد والكتاب الشباب، يضعهم وجها لوجه من أجل دراسة وضعية الرواية الجزائرية، كما يهدف هذا الملتقى إلى تجاوز حالة الارتهان للأسماء الروائية التقليدية التي لا تزال تمارس هيمنتها لعوامل مختلفة داخل النصوص الأكاديمية والرسائل الجامعية وواجهات الصحف والمحطات السمعية البصرية، وفتح المجال للتعريف بجيل جديد للرواية تعرفه جل المحافل والجوائز الدولية ويجهله القارئ الجزائري، مع المحافظة على وصلة الإبداع للاحق بالسابق لخلق حالة تراكمية إبداعية تؤسس لمدرسة جزائرية في السرد. وما سيناقشه هذا الملتقى ومجموعة من الإشكالات والمحاور كالرواية وإشكالية التجنيس، الرواية وإشكالية الهيكلة، الرواية وبنياتها الزمانية والمكانية، الرواية والمعرفة التاريخية والفنية. كما لا يسعني في هذا المقام ونحن نجتمع في بيت الجزائريين، جمعية العلماء المسلمين الجزائريين،
إلا أن أتقدم بجزيل شكري ووافر امتناني للجمعية ولمكتبها الولائي ممثلة في الأستاذ موسى ميلي، ولمركز الشهاب ممثلا في مديره دكتور علي حليتيم، وللجنة التنظيمية. بالمناسبة اللجنة التنظيمية هم دكاترة لكن في الطب، ليس الأستاذ الدكتور سليم الوافي طبيب، خير الدين درويش طبيب، علي حليتيم طبيب، ويعني نحن الأدباء والنقاد نتقن الكلام وفن الكلام وهذا عملنا، وهم يتقنون العمل والتقنية وهذا عملهم. أردنا أن تتكامل الأرواح والأجساد لننتج ذلك الإنسان الذي نصب إليه. كذلك أود أن أقدم جزيل شكري للجنة التحضيرية على ما بذلته من جهود. أتقدم بجزيل شكري للجنة العلمية، لزملائي يمين بن تومي رئيس المجلس الشعبي لبلدية مزلوق، أيوه، الشاعر الروائي الناقد علاوة كوسة، الروائي والناقد سفيان زدادقة. كما أقول وبكل أريحية ووضوح، لم نجد في مركز الشهاب عطر الله ذكره، ولا جمعية العلماء رفعها الله، لا شرط ولا قيد، فلم أجد من رئيس المركز إلا أنني عبرت عن رغبتي في إنجاز ملتقى فقال لبيك، ولم أجد من اللجنة التنظيمية وعلى رأسها سليم الوافي عندما أطلب شيئا فندقا إطعاما تذكرة إلا أنه يعيد مهاتفتي بعد دقيقتين ويقول الأمر تم. ولم أجد كذلك من الساهرين والتقنيين إلا جودة التواصل وسرعته. فهذا منبر من لا منبر له، هنا جميع الآراء مفتوحة. جمعية العلماء مركز الشهاب يؤمن بأن القرآن الذي ننتسب إليه ونصلي ونتعبد بحوار بين الله وإبليس في ثنايا آياته يمكن أن يتجسد على أرض الواقع، ونجتمع جميعا لإنجاح هذا الحوار ليكون بين جزائريين، بين مبدعين، بين مثقفين يسعون إلى إحياء هذا الفن، فن السرد، فن الحكي. يا جماعة، فن الحكي هو منحة، هبة، جائزة من بها الله على نبيه لتسليته ورفعه. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. الحكي هو منة لنا في العبرة والاعتبار، في التصبر والانتظار، وفي فتح الآفاق ونقل تجارب الأغيار لتختزنها وتختزلها وتختصر المسافات. نحن في الرواية لماذا اخترنا هذا الفن؟ لأننا في عالم ذاقت فيه الأبعاد والصراع فيه على الأفكار، فكما حارب أجدادنا آباؤنا لتحرير هذا الوطن من الكولونيالية ومافيا الجغرافيا، فإن هذا الجيل بحول الله يسعى إلى تحرير هذه النصوص من قطيع اللصوص الذي يتجول فيها، ويريد مسخ الذاكرة ومسخ الهوية. هذه الآراء هنا تتعدد، الجزائر هنا تجتمع، الأفكار هنا تطرح. نحن بألوان قوس قزح، لا وجود للمحظور ولا وجود للخطوط، حمراء أو بيضاء أو صفراء، إلا ما كان منها يتعلق بالمودة والاحترام والحفاظ على بناء هذا الوطن. شكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.